تنطلق الحملة الانتخابية في 7 أكتوبر 2020 وتنتهي يوم 28 أكتوبر 2020. الجهات المخول لها القيام بالحملة الانتخابية هي أعضاء الحكومة والأحزاب السياسية والجمعيات الوطنية والشخصيات السياسية. برنامج الطاقم الحكومي المكلف بالحملة الانتخابية يرسل إلى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. يشترط على الأحزاب السياسية المعنية بالحملة الانتخابية أن تحوز على كتلة برلمانية بغرفتي البرلمان أو على 10 مقاعد ما بين غرفتي البرلمان أو على مقاعد في المجالس الشعبية المحلية ب25 ولاية. تقدم الأحزاب السياسية طلبا وملخصا عن محاور التدخلات قبل 5 أيام من انطلاق الحملة الانتخابية. تقوم الجمعيات ذات التمثيل الفعلي بالحملة الانتخابية عبر 25 ولاية. على الجمعيات تقديم طلب وملخص حول محاور التدخلات قبل 5 أيام من انطلاق الحملة الانتخابية. تحدد السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالتنسيق مع سلطة ضبط السمعي البصري الحيز الزمني للمتدخلين في وسائل الإعلام السمعية البصرية العمومية. على مسؤولي خدمات الاتصال السمعي البصري احترام شروط إنتاج وبرمجة وبث حصص التعبير المباشر المحددة خلال الحملة الانتخابية. يتعين على وسائل الإعلام السمعية البصرية المشاركة في تغطية الحملة الانتخابية. يمكن أيضا القيام بالحملة الانتخابية من خلال التعليق وتوزيع المطويات والمراسلات المكتوبة وكل الوسائل المكتوبة أو الإلكترونية. يحدد مقرر من السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الأماكن المخصصة للإشهار. تنهي المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تعيين الأماكن المخصصة للإشهار 3 أيام قبل تاريخ افتتاح الحملة. تحدد الأماكن المخصصة للإشهار بالخارج بمقرات الممثليات الدبلوماسية والقنصلية. يجب على كل المتدخلين في الحملة الانتخابية التقيد بالأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول. تتحمل الجهة القائمة بالحملة الانتخابية المسؤولية عن أعمالها.